التزمنا مع حفر قناه السويس الجديده تمهيدا لافتتاحها كما وعد السيد الرئيس، وكل دوله بتطلع لهذا اليوم التاريخي اللي زي ما احنا شفناه في يعني زمان قرينا عنه في التاريخ وشفناهوش عند افتتاح قناه السويس القديمه. ان شاء الله ان شاء الله يكتب لهذا الجيل باذن الله في افتتاح قناه السويس الجديده وتكون لحظات تاريخيه لمصر ان شاء الله ان شاء الله. فاليوم يعني جايين بنشد على ايدي كل من يعمل في هذه السيمفونيه من اشراف من وزاره الري، من تنفيذ من الهيئه الهندسيه للمواد المسلحه والشركات الوطنيه المعاونه لها بتمويل من هيئه قناه السويس لمشروع صحاره سرابيوم ب 175 مليون جنيه لعباره عن اربع صحارات او اربع مواسير قطر خارجي 4 متر